أي تيس بيحكم بلد غايته أو منعينه يخلي شعب البلد دي غبي. هكذا بيحكموا التيوس. التيس لما يحكم بلد يتمنى أن الشعب يبقى كله مجموعة من الوعول الجاموس. والله العظيم دي القاعدة. الأستاذة شيماء عبد الخالق، على يعني لو ما كنتش بقول اسمها غلط، هي كاتبة مقال رائع جدا اسمه الغباء أيضا تتم صناعته، كيف يمكن أن يتحول البشر إلى أغبياء. وهي بدأ بجملة رائعة جدا، والجملة دي هي مضايقاني، أنا نفسي أقولها لكل الناس. مشكلة العالم يعني أن الأغبياء والمتشددين واثقون بأنفسهم أشد الثقة، بأنفسهم أشد الثقة، أما الحكماء فتملأهم الشكوك. اللي قال الجملة دي برتراند راسل، اللي هي الجملة اللي قالها الشاعر العربي القديم: ذو العقل يشقى في الجحيم في النعيم، ذو العقل يشقى في الجحيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. هي نفس الجملة دي، إن الغبي والمتشدد بيبقى واثق جدا بنفسه، أما الحكيم فدايما طول الوقت شكاك. وهي بتتكلم بتقول يعني إنه طول الوقت بيشتكي الناس من انتشار الغباء، وبيرجعوا ده إلى أفعال غبية، وبتتكلم على تعريفات الغباء: ينظر إلى الغباء باعتباره حالة عقلية لا ينقصها علم أو دراسة، وده اللي بيميزها عن الجهل، إلا إنه كل من الجهل والغباء يؤدي إلى سوء التكيف مع الواقع والتصرف في عكس اتجاه المصلحة، وذلك تحت ظروف اختيارية حرة دون قصر أو إجبار، فيفقد الإنسان التأقلم مع المعطيات الجديدة وبالتالي تصدر أفعاله. أنا ما بحبش التعريفات دي، وبحس كده أنها إيه، بتكلكع على قلبي. هي بتتكلم على أن المجتمعات ممكن تتحول إلى مجتمعات غبية جدا، والحقيقة بتناقش مجموعة 7 خطوات يخلوا أي مجتمع غبي، أي مجتمع، منها مثلا الإدمان السوشيال ميديا إلى آخره يعني، لكنها جت في 3 نقط يهمونا جدا في البرنامج ده. بتتكلم عن القادة والزعماء لا يحبون الأذكياء. بتقول إن خوف المستبد من نقمة رعيته أكتر من خوفهم من بأسه. يعني المستبد اللي زي السيسي يعني السيسي يخاف من الشعب، من كراهية الشعب ليه، أكتر من خوف الشعب من بأس السيسي، لأن خوفه بينشأ عن علمه بما يستحق منه. الراجل شايف ان هو يستحق التكريم والتماثيل ويبقى أسطورة، فلما بيفقد ده والناس بتكرهه بيتضايق قوي وبيخاف من ده جدا، لكن خوفهم هم من بأس او من سطوة الحاكم بيبقى ناشئ عن جهل. خوفه هو المستبد عن عجز حقيقي فيه، لكن خوفهم هم عن توهم التخاذل. ده اللي قاله عبد الرحمن الكواكبي، ودي كلمة رائعة جدا من عبد الرحمن الكواكبي. بتقول بقى هو بدأت هي تتكلم على ان الزعماء دول تكون دائما العقبة الكبرى في تاريخ الزعماء والقادة في السيطرة على الجمهور العريض بتنوع ثقافته وأطيافه، فالأصوات المعارضة تثير الرأي العام وتخلي الناس تفكر، والتفكير يستدعي النقد، والنقد يستدعي المحاسبة، وده الأمر اللي بيراه القادة معرقل على طريق تعميق حكمه. يعني دايما المستبدين عايزين يسيطروا على الجمهور، والجمهور ده مختلف الثقافات، عشان كده اي اصوات معارضة ممكن تثير المناقشات، والمناقشات تثير تفكير، والتفكير يثير النقد، والنقد يعني المحاسبة. عشان كده بلاش خالص، عشان عايزين معارضة وعايزين الجملة اسمع كلام او ما تسمعوش كلام حد غيري زي ما السيسي قال كده. شوفوا انا عارف مصر زي ما انا شايفكم كلكم قدامي كده، وعارف علاجها برضو زي ما انا شايفكم قدامي كده، وانا بقول الكلام ده لكل اللي بيسمعني في مصر، لو سمحتم ما تسمعوش كلام حد غيري. انا بقول لكل المصريين اللي بيسمعوني اسمعوا كلامي انا بس بس بس. البغل اللي ورا كان قاعد يضحك، كان في بغل قاعد يضحك. اسمعوا كلامي انا بس. ده المستبد اللي هو عايز يقولب الشعب كله. اما النقطه، نرجع بقى للنقطه الثانيه، بتقول هي الست يعني انه الحقيقه لا وقت للاسئله، التلقين هو الطريق الاسرع للغباء. دي الخطوه الثانيه في تغبيه او خلي ازاي الشعب جاهل.
بتكلم على ان الاسره الطفل بيخرج من اسرته بيستقبل عالم جديد اللي هو المدرسه، والمدرسه مفروض تجيد اكتشاف مهارات الطفل وقدراته اللي الاهل ما قدروش يكتشفوها. وبعدين بتقول ان الطفل يحمل في داخله مئات الاسئله الحائره اللي عايزه اجابات، عشرات الافكار اللي بتبحث عن فرصه للتنفيذ، لكنه لا يجد الوقت المناسب لان العمليه الدراسيه معتمده على مناهج لازم تخلص قبل انتهاء العام، ويجي الامتحان عشان يحدد مستوى التلقين والحفظ. اكتشاف المواهب والقدرات مش مكانها المدرسه، المدرسه خلقت كي تسير في خط مستقيم يخلق منه اداه جديده تجيد العمل وفق اطار محدد. وبمرور الوقت يفضل الطفل يفقد الشغف وتضيع الاسئله والقدره على فهم الواقع ومتغيراته. عشان كده المستبد يحب قوي التعليم التلقيني، يعني الطفل من ساعه ما يخش خدوه على رحلات للقوات المسلحه المصريه، من ساعه ما يصحى وينام في المدرسه كل تاريخه في المدرسه على القاده العظام والعسكريه والحرب والحاجات، لان دي اللي تبني الدوله، او على طريقه السيسي عايزين دوله يبقى كده، عايزين بطاطس يبقى كده، السيسي خياركم الخيار ده. الخطوه الثالثه اللي قالتها الاستاذه شيماء تقريبا بتقول ان الخطوه الثالثه القوالب الجاهزه. خلينا ناخد الاعلام الاول، التضليل الاعلامي. هي بتقول الاعلام ايضا يجعلنا اغبياء، بتقول من المفترض ان يقوم الاعلام بدور نشر التوعيه والمعرفه، فالمعلومه هي اول مدخلات العمليه الفكريه والتي يتم بناء عليها الوصول للنتائج والقرارات. ماذا يفعل الاعلام في اغلب الاوقات؟ ايه اللي بيعمله اعلام اللي بيخلي الشعب غبي؟ قوالب الجاهزه والتضليل الاعلامي. هناخد بقى القوالب الجاهزه. بتقول في احيان كتيره بيقدم الاعلام قوالب جاهزه مثلا عن رجل الدين او البطل او اللص او فتاه الليل وغيرهم، وبيخلق النموذج ده ويقدمه للجمهور بشكل يحتمل التعميم، فانت تحس ان ده كل الشيخ اللي طالع في المسلسل هو ده كل الشيوخ، الارهابي اللي في المسلسل هو ده شكل ارهابي، فيتلقى الفرد القالب ده ويتصرف زي ما القالب بيقوله من غير ما يحلل او يجزأ. فنجد على سبيل المثال انتشار لفكرة ان الملتحين ارهابيين، وان الاشتراكيين ملحدين، وان اللي بيهزروا تافهين، وان الناس اللي بتتكلم جد دمهم تقيل. قوالب او اللي بيسموها ال ستيريوتايب، او لا ليها اسم تاني في الفنون عند يعني لما كنا بنشتغل دراما ليها اسم تاني كده، انه دي قالب جاهز، ده عايز تاخد حلاق ده الحلاق، عايز دكتور نفسي ده دكتور نفسي، عايز بنوته حلوه ده البنوته الحلوه. عشان كده القوالب دي سهله، بتخلي الشعب يبقى خلاص الراجل ابو دقن وزبيبه ده ارهابي وضلالي، خلاص الراجل القبيح وبتاع ده مجرم. الاستاذ محمد سيف الدوله بيقول نصايح السيسي للشباب لا تعادوا اسرائيل، لا تثوروا، لا تسقطوا انظمتكم، لا تنشدوا الحريه والكرامه، لا تعارضوا حكامكم ولو كانوا فاسدين، انتظروا ما تجود به الدوله عليكم، فان لم تفعل فلا تتمردوا او تتمردوا فهي حره تفعل ما تريد، فان عصيتم فالفوضى والجحيم في انتظاركم. محمد سيف الدوله. الحقيقه اللي هتقول لي ايه علاقه ده بالقوالب؟ ببساطه شديده جدا السيسي باعلامه بيفهموكوا وانتوا مش عايزين تفهموا ان يناير كانت فوضى، وان يناير كانت مش ثوره، وان يناير كانت مؤامره، ويفضل يزن عليك كده، فانت اي صوره هتشوفها من يناير هيجي في دماغك على طول انها كانت الفوضى، كانت المؤامره، الله لا يرجعها ايام، وهكذا ينشا داخل عقلك عن طريق السيسي واعلامه قالب اسمه ان يناير كانت فوضى. مش بس كده، خلينا نسمع السيسي بيقول ايه بقى. الزعيم الراحل عبد الناصر كان محظوظ، صحيح، لانه كان هو اللي بيتكلم والاعلام معاه. في منهج وفي استراتيجيه وفي سياسات بتتعمل الهدف منها صف الشعب المصري، صفه ما يقعدش يخبط في بعضه، ما يقعدش يتلخبط، بينور له على الهدف بتاعه. بس هي دي القوالب اللي بتكلم عليها الاستاذه شيماء. الاعلام مهمته كده، يا بخت عبد الناصر باعلام، في منهج وفي استراتيجيه والناس ماشيه ورا الزعيم.
الشعب كله يصطفف المنهج، يناير فوضى، ابو دقن ارهابي، فتاة الليل شكلها كده، الضابط عظيم، القاضي محترم، هي كده. فانت تستلم قوالب جاهزة تترمي في اللاوعي عندك، فلما تركب تاكسي مع واحد بداء تبلغ البوليس انك انت راكب مع واحد بداء، الاخواني ارهابي، وهكذا. يعني القصة كلها ان انا سلمك قالب جاهز، ما تفكرش، انا اللي افكر لك وانت تصدق. من ضمن الحاجات برضو اللي قالتها شيماء، بس مش بس القوالب، لكن التضليل الاعلامي. بتقول لك انه عشان تعمل شعب غبي غير انك تعمل له قوالب جاهزة، ضلله اعلاميا عن طريق نشر المعلومات الخاطئة او الناقصة. ده بيؤدي لتشويه العملية الفكرية، فيصل الفرد الى نتائج خاطئة. اما ان يظل ضحية التصور الخاطئ طول الوقت، او يصل لمعلومات متضاربة فيصل به الحال الى حالة من التشوش بين المعلومات، ومع وجود فشل في فهم الواقع وادراكه، يلجأ كثير من الناس للايمان بالافكار الخاطئة بدلا من البحث وارهاق الذهن بين معلومات متضاربة. من ضمن المعلومات المتضاربة اللي بينشئها الات صنع الاغبياء اللي هي الات السيسي، معلومة انه احنا عشنا طول الوقت على ان القدس عاصمة أبدية لفلسطين، ما تيجي نغير بقى ونضلل الناس، وعشان نضللهم ننشر أفكار تخش في بعضها، ولأن المواطن شقيان ومكفي طول النهار على لقمة عيشه مش هيلحق يفكر، فهيختار الحل الجاهز. إيه الحل؟ أصلك ما تحيرنيش، ما تقوليش إيه الفرق بين القدس ورام الله، ما تقوليش إيه الفرق بين القدس وبوديس، وساعة ما تقول لي الفرق بين القدس وبوديس ايه، او القدس ورام الله ايه، هقول لك معلش اختار اللي انت عشان جاي تعبان ومصدع والمدام حامل، ممكن تختار اللي انت، فانا اقول لك رام الله او اقول لك ابوديس، وبالتالي تنسى انت القدس خالص، سنة واتنين هتلاقي نفسك كويس قوي. ده التضليل الاعلامي اللي بتعمله مصانع انتاج الاغبياء اللي اسمها قنوات السيسي، وهفكرك بالتسريب ده. ازاي هنقدر نخلي الاعلام يوصل الكلام ده للراي العام في مصر، ان مش هتفرق القدس من رام الله، اهم شيء ننهي مهانات الشعب الفلسطيني. بص، هتفرق ايه القدس من رام الله؟ يعني مهانات الشعب الفلسطيني، هتفرق ايه القدس من رام الله؟ مش هتفرق القدس من رام الله، المهم ينتهي مهانات الشعب الفلسطيني. خليني اقول لك على حاجه. الحقيقه ان الات صناعه الاغبياء في مصر ناجحه، والدليل معايا وفي ايدي وقدامك وقدام عينيك دلوقتي حالا. من كام سنه، مش وانا ميال، من كام سنه كانت لما بتنضرب غزه كانت الجامعات بتقوم بمظاهرات، كانت الشوارع بتتملي مظاهرات. مش مصدقني؟ ارجع لفيلم صعيدي في الجامعه الامريكيه، تشوف طلبه الجامعه وهم بيحرقوا علم اسرائيل. كانت دي واحده من المظاهر ردا على الاعتداءات الصهيونيه على غزه. وانت قاعد حضرتك دلوقتي غزة بتتضرب زي الحلاوة، وانت قاعد نايم في البيت، والطلبة في الجامعة، والعمال في المصانع، والفلاحين في المزارع، غزة بتتضرب، مفيش مصري قام، وربما عدد المتابعين من مصر قليل قوي. وده معناه ان آلات صناعة الأغبية نجحت نجاح ساحق. المظاهر دي من 5 6 7 سنين كانت بتخلي الواحد دمه يغلي، ازاي الصهاينة يضربوا في غزة؟ لكن للأسف وانا بكلمك دلوقتي غزة بتتضرب، مش من دلوقتي، من امبارح بالليل سقطت شهداء كتير جدا في صد الهجوم الصهيوني على غزة. مفيش نظام عربي يتكلم، وده العادي في الأنظمة العربية من ساعة ما حصل اتفاق سايكس بيكو، ده العادي من النظام السعودي اللي أصلا اتكون على ايد الإنجليز، ده العادي من النظام المصري اللي كان خايفين قوي ساعة ما قاموا بانقلاب يوليو انهم يزعلوا الامريكان، ده العادي من كل بقى العظيمة العربية الباقية. انما ما كانش عادي من الشعوب انهم يسمعوا او يعرفوا او يتابعوا ان في شهداء بتسقط في غزة، والشعراء يسكتوا، والشعب يسكت، والطلبة بقوا خصيان. انا اسف في اللفظ، عشان تعرف مدى نجاح الات صناعة الاغبياء عند السيسي، تابع صور الشهداء اللي سقطوا من امبارح للنهارده في غزه.